بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وفيديو جديد. والنهاردة أول جزء من السلسلة الجديدة الخاصة بإفهم بورصة من الصفر. وكنا عملنا الجزء اللي فات اللي هو كان تقديم لهذه السلسلة، وقلنا إن احنا هنبتدي من الجزء الأولاني اللي هو المرة دي، إن احنا نفهم مبادئ بسيطة عن البورصة ونعرف الناس يعني إيه بورصة، يعني إيه أسهم، يعني إيه سندات، كيف يتم التداول في البورصة. وتدريجيا من خلال الأجزاء هنبتدي نوصل لموضوعات تانية أكثر تعقيدا شوية أو أكثر تقدما مور أدفانسد شوية، وهنبتدي إن احنا نحاول ننشر الوعي بالبورصة وكيفية عملها في هذه السلسلة. عشان ما اطولش عليكم، بس يعني طبعا تحملونا شويه لان هنا ممكن يكون الفيديو اطول من المعتاد شويه. هنبتدي باول ماتيريال، وطبعا احنا اتكلمنا الماتيريال دي احنا جايبينها من البورصه المصريه، وهو منزله مجموعه من الكتيبات هنبتدي نستعرضها انا وانتو واحده بواحده. اول حاجه او اول جزء في السلسله بتاعتنا هنتعلم بورصه، بيبتدي هنا طبعا من خلال الكتيب دوت بيشرح لنا يا جماعة، لو انت عاوز تبقى شريك في اعمال معينة، عايز تبقى مستثمر في البورصة، عايز تحوش فلوس على فترة زمنية طويلة، عاوز تدخر مبالغ صغيرة على مدى زمني اطول، خلاص فانت تقدر تعمل ده من خلال البورصة. طيب، فهو بيشرح في الاول يعني ايه بورصة. بيقول والله البورصة ده مكان الناس بتبيع وتشتري فيه اسهم او سندات او وثائق صناديق مؤشر او وثائق صناديق استثمار. طيب شفتوا احنا قلنا كم مصطلح، واحنا بنقول التعريف دلوقتي قلنا كذا مصطلح، تمام. كل المصطلحات دي هنبتدي واحدة بواحدة ان احنا نشرحها، يعني بتكلم هنا على اسهم وسندات، كويس، بتكلم على وثائق صناديق مؤشر، خلاص، وبتكلم على وثائق صناديق الاستثمار. كل واحدة من دول هيجي في الجزء بتاعها الشرح وايه هي عبارة عن ايه. طيب بنقول ان احنا بنتعامل جوه في حاجة اسمها اوراق مالية. الأوراق المالية ده اسمها الأسهم والسندات وثائق صناديق مؤشر وثائق صناديق استثمار، وبيكون واخد بال حضرتك الأوراق دي مقيدة بالبورصة المصرية، وسعرها بيتحدد بناء على العرض والطلب اللي موجود زيها زي أي إيه؟ أي سلعة. طبعا لو حضرتك اشتريت أي سهم في أي شركة فأنت أصبحت شريك في هذه الشركة، سواء الشركة دي حكومية أو قطاع خاص، فبرضه حضرتك تعتبر شريك حتى لو أنت عندك سهم واحد فقط. وكل ما الشركة دي هتحقق أرباح، مفروض إن أرباحك أنت كمان هتزيد. طيب ليه الشركات بتعمل كده، بتطرح هذه الاسهم او السندات؟ طبعا الشركه بتبقى محتاجه راس مال، فراس المال ده يجي من جزئيتين، يعني زياده راس المال يجي عن طريق حاجتين، يا اما اقتراض اللي هي تستلف يعني، خلاص، او عن طريق واخد بال حضرتك حاجه اسمها الاسهم، اللي هو ان انت تصبح شريك في الملكيه. يبقى يا اما سلف، خلاص، يا اما واخد بال حضرتك زياده راس المال، وده بيكون عن طريق يا اما السهم يا اما السند. طيب وزي ما بنقول كده، عشان الناس تروح تشتري هذه الاسهم او السندات بنعمل حاجه اسمها الطرح، خلاص، وده الطرح ده بتدعو فيه الشركه واخد بال حضرتك الافراد او المؤسسات ان هي تيجي تشتري الاسهم او السندات بتاعه الشركه. وزي ما احنا قلنا ده بيبقى بغرض توسيع واخد بال حضرتك النطاق بتاع الاعمال بتاع الشركه، وعشان الشركه تقدر ان هي تحقق ارباح اكتر كمان. هو هنا عملوا رسمة ظريفة قوي بتشرح الكلام ده، بتقول هنا ان ادي الشركات اللي عايزة تزود رأس مالها بتطرح الاسهم بتاعتها في البورصة. وزي ما احنا قلنا الاسهم دي عبارة عن انصبة للملكية، خلاص، المستثمر بيشتري هذه الاسهم، فرأس مال الشركة بيزيد، فالشركة كده بتحصل على تمويل كافي، فبتوسع النشاط، فبتبتدي انها تحقق ارباح اكتر، فبيعود على حملة الاسهم او الملاك او المستثمرين، كويس، جزء من هذه الارباح. طيب تمام، ابتدى هنا يعرف لي يعني ايه سهم ويعني ايه سند. طيب فاحنا بنقول والله لو الشركة عايزة تستلف وبدور على حد يسلفها ده بنسميه سند. اذا السند حضرتك بتكون داين للشركة، يعني ايه؟ يعني مداين بالبلدي كده، مداين الشركه بفلوس. لكن هل انت شريك؟ لا، انت مش شريك، انت حضرتك مجرد مقرض للشركه بجزء من الفلوس، خلاص، وبالتالي حضرتك ما تستحقش الا ما اتفقت عليه مع الشركه. زي ما هنشوف يعني اذا كان مثلا حضرتك سلفت الشركه 1000 جنيه واتفقت مع الشركه انها هتدي لك
عوايد او هتدي لك، واخد بال حضرتك، فوايد على ال1000 جنيه دي 10% في السنه، وعاده متوزع يعني كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه حسب طبعا الاتفاق. وهنا حضرتك مالكش اي حق في الاداره ومالكش نسبه في الارباح، فهنا ده بنقول عليه سند. طيب لا، لو حضرتك اشتريت سهم بقى انت هنا شريك، فبيبقى لك نسبه في الارباح. خلاص ماشي. يعني ايه نسبه في الارباح؟ يعني واخد بال حضرتك لما الشركه بتحقق ارباح وتيجي توزع بيبقى ليك نصيب على مقدار الاسهم اللي انت اشتريت. طبعا الاسهم زمان كانت عباره عن اوراق مطبوعه، دلوقتي طبعا الكلام ده كله بقى الكتروني وبيحفظ في حاجه اسمها او في مكان اسمه شركه مصر المقاصه، ودي يمكن هنبقى برضو نتكلم عليها بالتفصيل، لان حتى اول ما اعلنت عن السلسله بعض الناس قالت لي على طول احنا عاوزين نعرف مصر المقاصه وعايزين نعرف عمليات التسويه، كل ده هيجي تباعا ان شاء الله في يعني وقته. طيب هنا بيتكلم بقى الاسهم هي جزء محدد من ملكيه الشركه. طيب وبالتالي لما حضرتك الشركه هتحقق ارباح انت بيبقى ليك جزء من الارباح، وبالتالي اسعار السهم في البورصه بتزيد، فانت برضو واخد بال حضرتك الثروه بتاعتك او الويلث بتاعك زي ما بيقول بيزيد، فبالتالي انت مستفيد من الناحيتين، مستفيد من ناحيه ان انت بتاخد جزء من الارباح، ولو حبيت تبيع والشركه ادائها كويس فبالتالي اسهمها سعرها زاد في البورصه، فبالتالي انت كمان تقدر تكسب من حاجه زي كده. طيب فبيقول في حاله تملكك لسهم في الشركه بتكون احد الملاك وتقدر تحقق ارباح في حاله ارتفاع سعر سهم الشركه، والشركه نفسها بتوزع جزء من الارباح دي على المساهمين اللي انت واحد منهم، وده اسمه توزيعات نقديه او زي ما بيسموه بالانجليزي الديفيدند. تمام. طيب السندات بقى برضه هي ورقه رسميه وبيفكرك دايما خلي بالك برضه الكترونيه في مصر المقص، وزي ما اتفقنا انت هنا سلفت الشركه فلوس. خلاص. طيب وزي ما اتفقنا برضو من حقك ان انت تسترد المبلغ والعائد اللي انت هتكسبه اللي انت اتفقت فيه مع الشركه، ولكن لا يحق لك واخد بالك ان انت تتدخل في اي حاجه، مالكش صوت في مجلس في الجمعيه العموميه واخد بال حضرتك، والشركه هنا بتكون ملزمه برد قيمه السند بعد عدد محدد من السنين بالاضافه لمبلغ الفايده اللي مكتوب على السند اللي انت قبلته، وبيتم دفعه زي ما قلنا كل فتره 3 شهور 6 شهور 12 شهر حسب طبعا ايه الكلام ده. والسندات دي ساعات بتكون سندات حكوميه يعني الحكومه هي اللي بتستلف، او سندات من خلال شركات. طبعا زي ما اتفقنا مالكش حق في اداره الشركه واخد بال حضرتك او ارباحها وخسائرها، وانت بس مجرد واخد بالك العائد اللي اتفقت فيه مع الشركه. طيب كويس قوي. فهنا واخد بال حضرتك عمل بقى برضو ملخص للكلام دوت وقال كده، هو هنا طبعا بيقول على فكره بيكون الاستثمار في السندات اقل مخاطره من الاستثمار في الاسهم، لان مفيش ذبذبه واخد بال حضرتك في العائد، انت الشركه لو حققت خسائر انت برضو ليك نصيب من الخسائر ديت، لكن في السندات انت طبعا واخد بالك بيبقى العائد بتاعك مضمون لانه محدد وملوش دعوه بالارباح والخسائر بتاعت الشركه، فبالتالي هنا بيكون المخاطره بتاعتها واخد بالك ايه اقل شويه لان بتدي عائد ثابت، وبالتالي برضو واخد بال حضرتك هنا بيكون العائد بتاعك اقل شويه من الاسهم. طيب هو هنا عمل زي ما بيقولوا كده كومباريزن او مقارنه ما بين الاسهم والسندات، بيقول اولا تمثل حصص ملكيه في الشركه، ده الاسهم طبعا، هنا بتمثل السندات مديونيه على الشركه. في الاسهم ليك حق المشاركه في قرارات الشركه من خلال حضور اجتماعات جمعيه عموميه، وطبعا ليه شروط ولكن احنا هنا بنتكلم في العام. ليس له الحق في المشاركه في قرارات الشركه ولا حضور اجتماعات الجمعيه العموميه، ده حقيقي برضو. عائد الاستثمار بتاعك بيبقى الارباح الراسماليه والكوبونات زائد ارباح اعاده استثمار الايه؟ الكوبونات ديت. طيب تعالوا نفهم واحده واحده، يعني ايه ارباح راسماليه؟ ارباح راسماليه لو حضرتك اشتريت السهم ب 10 وهتبيعه ب 12 يبقى كده انت كسبان 2 جنيه. خلاص؟ ال 2 جنيه دول بنسميهم ارباح راسماليه. تمام؟ طيب الكوبونات، الكوبونات هي التوزيعات اللي حضرتك بتاخدها في خلال فترات معينه. طيب ارباح اعاده استثمار الكوبونات يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تاخد فلوس الكوبونات دي وترجع تشتري بيها اسهم مره ايه؟ مره ثانيه. ده العائد على، يبقى لما اجي احسب العائد من الاستثمار بتاعي لازم اخد الثلاث حاجات دول معايا ايه؟ في الحساب. الارباح الراسماليه الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. التوزيعات بتاعت الارباح، ولو في ارباح جايه من اعاده استثمار الكوبونات، ما فيش هيبقى الارباح الراسماليه والكوبونات فقط. على الجانب الاخر في السندات بقى انا عندي توزيعات دوريه ثابته اللي هي الفايده اللي حضرتك بتاخدها، وقيمه السند في نهايه المده اللي من اصل الدين،
يعني واخد بال حضرتك، لو انت بعت ماشي العائد بتاعك او السهم في الوسط، طبعا هيبقى فيه ارباح راس ماليه اللي هو الفرق ما بين الشراء والبيع، ما بعتش يبقى ما فيش، حضرتك مش هتاخد غير الفايده وقيمه السند اللي انت هتاخدها في اخر المده، اللي هو زي ما انا اديت المثال من شويه ال 1000 جنيه اللي انت سلفتهم للشركه خلاص، طبعا على اساس ان ما فيش ولا علاوه اصدار ولا علاوه خصم، ودي برضو حاجه يعني هنبقى نتكلم فيها بعد كده. ولكن لو انت سلفت الشركه 1000 جنيه هترجع تاخدهم في اخر المده 1000 جنيه زائد الفوائد اللي انت خدتها. طبعا التوزيعات بتاعت الارباح في الاسهم بتبقى متغيره وفقا لقرارات الجمعيه العموميه، انما زي ما قلنا السندات العائد بتاعها او الفايده بتاعتها بيبقى ثابت في المواعيد اللي متفق عليها. يبقى هو ده تقريبا واخد بال حضرتك اهم الاختلافات ما بين الايه؟ السند وما بين السهم. طيب تمام. تعالوا بقى نخش في حته ثانيه اللي هي ايه؟ المؤشرات اللي موجوده في البورصه. طيب برضو هنا مقدمة سريعة عن المؤشرات. المؤشرات دي واخد بال حضرتك هي مجرد أرقام أو مؤشرات بتطلع عشان نعرف منها اتجاه السوق خلاص. طيب جميل قوي. اتجاه السوق ده يفيدني في ايه؟ لا يفيدني ان انا اخد قرار واخد بال حضرتك بالاستثمار في شركات معينة او بالانسحاب واخد بال حضرتك حتى لا اخسر في شركات اخرى. طيب فهنا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اهمهم او اشهرهم خليني اقول كده حاجه اسمها اي جي اكس 30. اي جي اكس 30 يعني ايه اي جي اكس 30؟ اي جي اكس 30 بياخد 30 شركه، اكتر 30 شركه اكتف في الماركت واخد بال حضرتك ازاي، وبيدي لكل واحده زي ما بيقولوا وزن نسبي ويتد افريج او ويتد ويت، والويتد ويت دوت واخد بال حضرتك بيبقى ملازم للشركه وبنطبق عليه بعض المعادلات، يعني يمكن لبعض الناس هتبقى معقدة عشان كده قلت احنا بس هنا بنشرح الاول البيزكس او المبادئ، ولكن في الاخر بيطلع لنا مؤشر نقدر نعرف منه واخد بال حضرتك الشركات رايحة فين او السوق رايح فين. طيب جميل قوي ماشي. طيب حضرتك تقدر تستفيد ازاي من البورصة ديت؟ قال لك والله لو انت ادى ثلاث حالات، قال لو انت عندك وقت وفلوس خلاص مفيش مشكله تقدر واخد بالك ان انت تخش وتستثمر وتعمل وتاخد قرارات بيع وشراء ومفيش مشكله وهتستثمر بنفسك في البورصه. طيب ما عندكش وقت بس عندك فلوس يبقى تقدر حضرتك تروح لحاجه اسمها مدير استثمار، احنا اللي هو بنقول عليه شركات السمسره او او التداول في الاسهم خلاص ماشي، ودي بتبقى مرخصه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، والهيئه العامه للرقابه الماليه او هيئه الرقابه الماليه اللي هي الاف ار اي الفاينانشال ريجوليتوري اوثوريتي، دي الهيئه المشرفه على البورصه واخد بال حضرتك ازاي، وانت بتقول له بقى والله انا مستعد اتحمل مخاطر بس عايز احقق ارباح كتيره، او لا انا مش عايز واخد بالك مخاطر انا عايز عائد متوسط. ومن خلال مدير الاستثمار بتاعك هيبتدي ان هو يمانج الموضوع ده ويشوف الدنيا بتمشي ازاي. طيب لو ما عندكش وقت وعندك فلوس قليله حضرتك برضو تقدر ان انت تبتدي واحده واحده واخد بالك ان انت تروح في حاجه اسمها صناديق الاستثمار المتداوله في البورصه. يعني ايه صناديق استثمار؟ حضرتك هنا مش بتستثمر في اسهم شركه معينه، لا بيبقى في حاجه اسمها صناديق استثمار. صناديق الاستثمار ديت واخد بال حضرتك بتبقى عامله زي بورتفوليو كبير، البورتفوليو ده بيبقى عباره عن استثمارات في شركات في اسهم شركات كبيره جدا، فبالتالي حضرتك بتحط مبالغ صغيره، بياخد مني بياخد من حضرتك بياخد من الثاني من الثالث من العاشر، ويكون فند كبير او راس مال كبير يبتدي ان هو يعمل صندوق يستثمر في شركات مختلفه، وبالتالي هو برضه بيبقى عنده فكر شويه وهو بيستثمر في هذه الشركات ان بياخد شركات بيكون العائد بتاعها اعلى، شركات العائد بتاعها اقل، بحيث ان لو بعض الشركات نزلت بعض الشركات الاخرى تقدر ان هي تسندها واخد بال حضرتك، وبتبتدي حضرتك تزود استثماراتك على المدى الطويل في هذه الاستثمارات. تمام. طيب هنا بيشرح، انت قلت لي هنا ان انت واخد بالك تقدر تعمل كده وتحط في حاجه اسمها صناديق الاستثمار. طيب ففي هنا عندي حاجه اسمها وثائق صناديق المؤشر اللي هي الاي تي اف اللي هي الاكستشينج تريدبل فاند. طيب ايه يا سيدي الاكستشينج تريدبل فاند؟ زي ما انا قلت اللي هي صناديق الاستثمار دي واخد بال حضرتك وثيقه لما بتشتريها كانك اشتريت اسهم في الشركات اللي في المؤشر اللي هم ال 30 مثلا خلاص ماشي، وبيوزع واخد بال حضرتك المخاطر بتاعته زي ما اتفقنا، وعشان كده لو في سهم زي ما قلت علي ممكن واحد تاني يكون نزل، وبالتالي هنا انت ما بتاخدش مخاطر كبيره. ليه؟ لان انت واخد بالك زي ما اتفقنا هنا الصناديق دي بتبقى موزعه المخاطر والارباح بتاعتها على عدد كبير من الشركه.
طيب هل في حمايه ليا في البورصه؟ يعني ممكن حد ينصب عليا، ممكن حد واخد بال حضرتك يحصل له مشكله معينه تاثر عليا. طبعا هو بيقول هنا ان طبعا التسويات دي بتحصل في البورصه الكتروني، فبالتالي وموضعه مركزيا في شركه مصر المخصه، فبالتالي مفيش حاجه اسمها ان حد ياخد السهم بتاعك او حاجه زي كده. برضو الشركات الوساطه الماليه بيبقى لما مثلا حضرتك بتبيع اسهمك بيبقى عندها الفلوس، مفيش مشكله حتى لو الشركه دي حصل لها مشكله، لانه في حاجه اسمها صندوق ضمان التسويات بيضمن للايه؟ للشاري اسهمه وللبائع الفلوس اللي هو هياخدها. وكمان واخد بال حضرتك في اي مشكله في حاجه اسمها صندوق حمايه المستثمر، وده برضه بيعوضك على طبقا طبعا للقواعد بتاعه كل صندوق ضمان التسويات او حمايه المستثمر. طيب بعض النصائح اللي هو حاططها بيقول لك دايما ما تمشيش ورا الاشاعات، خليك دايما واخد بالك في الاخبار الموثوق فيها. وراح قال لك انت تقدر تتابع الافصاحات الشركات بتاعتك كلها على اللينك ده. لما ضغطنا على اللينك ده فتح لنا هنا موقع البورصه حاجه اسمها ديسكلوجر ريبورتس او تقارير الافصاح، ودي زي ما حضرتك شايف بتبقى بالسنين والاشهر. فاحنا مثلا في اغسطس لو فتحت كده هلاقي بيان احصائي للشركات المدرجه بسوق المال محدث الى يوم 10/8 زي ما حضراتكم فاهمين اللي هو امبارح، بيان احصائي بتاريخ 9/8 وهكذا. لما فتحنا واحد من الفايلات ديت اهو لقينا ان هو جايب هنا واخد بال حضرتك بعض المؤشرات، بس خلينا نبتدي من الشمال. هنا دي اسامي الشركات، القطاع اللي تابع ليه، العمله اللي يتم التعامل معاها، مد القيمه الاسميه للسهم، الاسهم المقيده، راس المال المدفوع، سعر الفتح، اعلى سعر منذ اول الايه العام، اقل سعر، تاريخ، وبعض المعلومات الايه الاخرى. طبعا عشان بس الفيديو ما ايه ما يطولش مننا ونخش في معلومات كتير الناس تتلخبط، ولكن برضه هنبقى نشرح يعني ايه قيمه اسميه، يعني ايه اسهم مقيده، يعني ايه راس المال المدفوع وغيره من هذه المعلومات. طيب خلونا نرجع هنا. يبقى بيقول لك ما تمشيش ورا الاشاعات، ممكن تقدر تخش على افصاحات الشركات من هنا. طيب ايه اللي بيأثر على اسعار الاسهم ارتفاعا او انخفاضا؟ طبعا قال لك الوضع الاقتصادي. تمام، يعني ايه الوضع الاقتصادي؟ يعني كل ما كان الوضع الاقتصادي للدوله اقوى كل ما كانت البورصه بتاعتك اقوى، فبالتالي واخد بالك في نمو افضل، فبالتالي واخد بالك اسعار الاسهم مفروض تكون في وضع افضل. الاحداث الدوليه، وطبعا زي ما انتم فاهمين الاحداث الدوليه حاليا يمكن مثلا الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا، واخد بال حضرتك الكوفيد 19 في بعض الاحوال، ودي كانت يعني بانديميك، كان وباء عالمي، في حاجات كتير تقدر ايه تاثر على سعر السهم. الاخبار المحليه زي مثلا تزايد الدين الحكومي، زي واخد بال حضرتك افلاس بعض الشركات مثلا لا قدر الله، زي وجود واخد بالك مخاطر معينه للعمله، في كل دي اخبار محليه تقدر تاثر على العرض والطلب. اداء الشركات نفسها، وده طبعا ده قصه ثانيه خالص بقى ازاي نحلل الشركات وازاي نقرا القوائم الماليه بتاعتها، ودي برضو ان شاء الله في المستقبل هنعمل لحضراتكم فيديو عن هذا الموضوع. هنا بيقول طبعا زي ما قال فوق، يمكن دي حته معاده من فوق ازاي تقدر تستثمر. قال لك والله اختار شركه الوساطه او شركه السمسره، بس خد بالك لازم تقرا العقد اللي بينك وبينها كويس قوي، ولازم تكون مرخصه من الهيئه العامه للرقابه الماليه. حضرتك لما بتعمل كده بتقوم الشركه دي بالتكويد ليك. يعني ايه؟ حضرتك بتاخد كود، الكود دوت هو اللي انت بتتعامل فيه بالبورصه، وتعامل زي الرقم القومي بالظبط وما بيتكررش تاني، واخد بالك هو ده اللي انت بتتعامل بيه. عند التداول حضرتك بتذكر هذا الكود خلاص، وتقدر تعمل بيه اوامر بيع انك تبيع او تشتري لشركه الوساطه دي، وبتحدد اسعار معينه ووقت زمني واخد بال حضرتك. وفي بعض الناس او بعض الابلكيشنز او بعض الشركات بتقدم خدمه التداول اونلاين خلاص، فتقدر تعمل الكلام ده حتى بنفسك من خلال هذه الابلكيشنز او الويب سايت. قال لك تاني لو انت مش قادر تتابع الكلام ده بنفسك، لو سمحت خش في وثائق صناديق المؤشر اللي احنا اتكلمنا عليها، لان هي دي الامن ليك جدا. طيب يعني اخيرا وليس اخيرا زي ما بيقولوا بعض المصطلحات، زي مثلا كلمه حدود سعريه. يعني ايه حدود سعريه؟ يقول لك ما ينفعش تخسر فلوسك كلها في البورصه في يوم واحد، ده كلام افلام. يعني ايه؟ يعني هنا في حدود سعريه محدداها البورصه واخد بال حضرتك، بتبقى مراقبه دايما السوق، فبالتالي هي لو حصل اي زياده طفيفه او نقصان طفيف ما يقدرش يتجاوز 10% في الايه؟ في اليوم. ليه؟ عشان
بيحافظ على الاداء بتاع البورصه وما يحصلش خساره جماعيه للمستثمرين. بيقول لحضرتك العرض والطلب، البورصه بتبقى فاتحه كل يوم من الساعه 10 الصبح للساعه 2:30 ما عدا الاجازات الرسميه، ودي بيبقى اسمها جلسه التداول. تمام، يبقى الحدود السعريه هي 10% فوق او تحت خلاص، وجلسه التداول كل يوم من 10 ل2:30 ما عدا الاجازات الرسميه. عمليه تنفيذ الامر، اي انهي امر، البيع او الشراء؟ طيب ففي نظام تداول الكتروني، واخد بال حضرتك، بيتم من خلاله البيع او الشراء، طبعا يا اما من خلال سمسار زي ما اتفقنا، يا اما من خلال حاجات اونلاين بتبقى حضرتك موجود فيها. هل في رقابه على التداول؟ ايوه طبعا في رقابه، واخد بال حضرتك، على الجلسات كلها، وان كل العمليات اللي بتتم بتكون وفقا للقانون والقواعد اللي موجوده في البورصه. طيب في رقابه على السوق نفسه؟ ايوه برضو في رقابه على السوق بتقوم بيها الهيئه العامه للرقابه الماليه، واخد بال حضرتك ازاي، وهي اللي بتمنع ان يبقى في اي تلاعب، ناس مثلا عايزه تعمل حركات معينه بحيث ان هي تاثر على اسعار الاسهم بطريقه غير سليمه او غير، واخد بال حضرتك، شرعيه، او فيها نوع من التلاعب، هنا الهيئه العامه بتعمل على طول تحقيق وتفتيش، وبتحاول دايما ان هي تاخد بالها ان ده ما يحصلش في الماركت. تسويه العمليات، وده اللي احنا يمكن كنا اتكلمنا فيه في الاول، قلنا الناس طلبته، ده اللي هو بعد ما بتخلص جلسه التداول كل يوم، كل العمليات اللي حصلت بايعا او شراء بتتم، واخد بال حضرتك، ايه نقلها الى شركه مصر المقاصه والايداع والقيد المركزي، وهي بتسجل الكلام ده لملكيتك للسهم. يعني انا النهارده معايا 10 اسهم بعتهم لشخص اخر، في اخر الجلسه الكلام ده بيروح لشركه مصر المقاصه والايداع والقيد المركزي، فبتنقل الاسهم دي من عندي في حسابي، واخد بال حضرتك، او في الاكونت بتاعي للاكونت بتاع المشتري اللي اشترى مني الكلام. بعض الـ الاطراف اللي موجودين في سوق المال، واخد بال حضرتك، والويب سايتس بتاعتهم، طبعا البورصه المصريه، الهيئه العامه للرقابه الماليه، شركه مصر المقاصه والقيد المركزي، صندوق حمايه المستثمر، وشركات الوساطه الماليه، وبرضه هنبقى ندخل على كل واحد من المواقع ديت ونبتدي نشوف ايه المعلومات اللي فيه ونقدر نستفيد منه ازاي. طبعا هنا بيقول المكان الوحيد اللي خليك مستفيد من ارباح الشركات هو البورصه، الشركات بتحتاج تمويل عشان تكبر نشاطها، ده اللي هو القيد والطرح، الاسهم والسندات دي الاوراق الماليه، واخد بال حضرتك، وبعض الافصاحات، بلاش تمشي ورا الاشاعات، تابع الافصاحات. ده كان الفيديو الاول الخاص بيه، هنتعلم بورصه من الصفر، وزي اتمنى ان هو يكون عجبكم. بس حاجه اخيره عايز اتكلم عليها، مش معنى ان احنا بنعمل السلسله دي ان احنا بنشجع حد انه يروح البورصه او ان حد يمشي من البورصه، احنا بنتكلم هنا بهدف اكاديمي بحت، وبنشر التوعيه باهميه البورصه والمصطلحات المستخدمه فيها، وبالخصوص لطلابنا وابنائنا، واخد بالك، اللي ما عندهمش فكره عن القصه ديت، او ان هم لسه في مقتبل يعني العمر، او لسه خريجين جدد، فبالتالي احنا بنحاول نضيف معلومه بسيطه لهؤلاء الناس، او لبعض الناس الثانيه اللي مهتمه وعايزه تفهم يعني ايه بورصه. لكن مرة تانية احنا مش بنشجع ان حضرتك تروح او ان حضرتك ما تروحش، دي حاجة بتعتمد على قرارك انت فقط. متشكر لكم جدا، ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب وعلى التليجرام وعلى كمان الفيسبوك. لو سمحتم قولوا لنا رأيكم ايه في الفيديو في الكومنتات، ونكمل هذه السلسلة او لا. متشكر لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.